تزوج الملك فاروق لأول مرة وكان عمره 18 سنة من الملكة فريدة واللي كان سنها 16 سنة، واسمها الحقيقي صفيناز، وهي من مواليد اسكندرية، وأبوها هو يوسف ذوالفقار باشا وكيل محكمة الاستئناف المختلطة، وكان زواج ملكي وأطلق عليه البعض الزواج الأسطوري، وكان سنة 1932، وأنجبت له بناته الأميرة فريال والأميرة فادية والأميرة فوزية، ولكن تم الطلاق سنة 1948، يعني كان زواج لمدة 10 سنين فقط نتيجة خلافات بين الزوجين، ومن ضمنها عدم إنجاب ولي العهد، والسبب الثاني هو الغيرة. والجوازة الثانية للملك فاروق كانت من الملكة ناريمان سنة 1951، وهي بنت حسين فهمي صادق وكيل وزارة المواصلات. وعلى الرغم من إنجابها له ولي العهد وهو الملك أحمد فؤاد الثاني، إلا أنها كانت تعتبر جوازة الشؤم على الملك فاروق، لأنه بعد ولادة الابن المنتظر قام الضباط الأحرار بالثورة على الملك يوم 23 يوليو 1952، واللي اضطر الملك فيها انه يتنازل عن العرش بالوصاية لابنه وياخد ما تبقى من الأسرة العلوية الى المنفى في إيطاليا،